جمعي كولكتيف كريتيف الابداع الجمعي. طبعا في النهايه شكل الابداع هو الفرق في النهايه هو فرق. الفرق هو الذي يبدع ولكن الابداع الفرق مكتوب في الابداع الجمعي. الابداع الجمعي يعني انا اتكلم عن الابداع ليس بوصفه ظاهره فرديه سيكولوجيه مقصوده وانما بوصفه ابداعا جمعيا مشروطا اجتماعيا وكذلك. بدليل اننا نجد ان عصرا ما قد يزخر به مثلا الشعراء المبدعين والنحاتين المبدعين والرسامين المبدعين وقد يكون فقيرا جدا بهم في عصر اخر. فإذا المسألة ليست مسألة فردية، نحن بإزاء ظاهرة تاريخية اجتماعية. هناك إبداع جمعي، الأمة العربية كانت في غاية درجات الإبداع بين مثلا 800 ميلادية و 1500 ميلادية. كانت في غاية يعني كان هناك عدد لا يعد ولا يحصى من المبدعين الذين يحملون أسماء عربية. ولكن من القرن السادس عشر الميلادي حتى القرن العشرين نكادنا نجد اسما عربيا واحدا. فالمسألة إذا ليست مسألة فردية وإنما هي مسألة اجتماعية تاريخية. ولذلك أنا أنادي بهذا المفهوم الإبداع الجمعي. والإبداع الفردي موجود ولكنه متجذر في الواقع في الإبداع الجمعي وليس معزولا عن الإبداع الجمعي. أما العلم فهو الممارسة الإبداعية. طيب أنا على السريع لأنه أظلش في وقت يعني بس في يعني أنا قلت ليس هناك منهج علمي ولكن هناك مشتركات عامة للممارسة العلمية. هناك ممارسة علمية أستطيع أن أميزها عن الممارسة السحرية وأستطيع أن أميزها عن الممارسة الفلسفية والممارسة الدينية والممارسة الفنية. يعني أستطيع أن أتكلم عن شيء اسمه الممارسة العلمية، لا أتكلم عن شيء اسمه المنهج العلمي، ولكن أستطيع أن أتكلم عن الممارسة العلمية لأن هناك مشتركات عامة لهذه الممارسة العلمية. وأنا قسمت هذه المشتركات أو الأسس، يعني الممارسة العلمية لها أسس، لها أسس ولكن ليس لها منهج، أما لها أسس. هذه الأسس قسمتها إلى أربعة أصناف اللي هي الأسس الأونتولوجية أونتولوجي اللي هي ما يتعلق بالوجود الأونتولوجي ما يتعلق بالوجود. الأسس الأونتولوجية للعقلانية العلمية وأيضا الأسس الإبستيمولوجية الإبستيمولوجية اللي هي نظرية المعرفة. الأسس الإبستيمولوجية اللي هو ما أسميه العقل العلمي مع أدوات الإنتاج العلمي. هذه هي الأسس الإبستيمولوجية للممارسة العلمية. وهناك الأسس الأخلاقية للممارسة العلمية. الممارسة العلمية تنطوي على قيم العلمية وأقول إنه لا نستطيع في الواقع من دون هذه القيم العلمية لا نستطيع أن نمارس العلم. العلم أخلاقي في جوهره وهذا ما لا يدركه كثير من الناس. وطبعا هناك الأسس السوسيولوجية اللي هو وجود نمط جديد من المثقفين هم العلماء من نسميهم العلماء. هذه كلها تصب في الممارسة العلمية هي التي تحدد حدود الممارسة. وهون حطيت نموذج للعقل العلمي يعني أساس الممارسة العلمية هي ما نسميه العقل العلمي وهو المرجعية الوحيدة للممارسة العلمية. يعني إذا اكتشف العالم اكتشافا أو خرج بفكرة فإنه لا يعود إلى خارج العلم لكي يؤكد فكرته وإنما إلى العقل العلمي. العقل العلمي هو مرجع الممارسة العلمية الوحيد ولا نستطيع أن نحط أي شيء آخر مرجعا علميا. يعني مثلا الحاكم السياسي ليس مرجعا علميا أو يعني لا يعد مرجعا للعلم. الرأس المؤسسة الدينية لا يعد مرجعا للعلم. الفنان ليس مرجعا للعلم. يعني المرجع الوحيد للعلم للممارسة العلمية هو العقل العلمي. وأنا حاولت أن أحدد مفهوم العقل العلمي بهذا النموذج الذي أمامكم اللي هو كما قلت النقطة الأساسية هذه العلاقة الجذرية بين الطبيعة
علاقة متدنية متشعبة بين هذه النظرية والتجربة اللي هي كما ترون الاستقراء، الاستنتاج، الاختبار، التجربة الفكرية، الترتيب الجدلي، النقد الكريتيك يعني، الفرضية، المشاهدة الذكية. أستطيع أن أتكلم لساعات طويلة حول هذه في الواقع الأبعاد، ولكن لأن كل واحدة منها تحتاج إلى الكثير من النقاش، ولكن أكتفي هنا بذكرها فقط. وهنا لابد أن أذكر أن العلم هو مشروع، هو مشروع حضاري، ونستطيع أن نقول أن خصائصه موجودة لدى أرخميدس والحسن بن هيثم والبيروني، ولكنهم في الواقع الذي دشن هذا المشروع كان جاليليو، وما زلنا نعيش هذا المشروع. شو رأي شو إلى ما سيقودنا هذا المشروع؟ لا أدري، لكن أساس هذا المشروع هو الكمية الفيزيائية، فيزيكال كوانتيتي، التي تتحدد بالرياضيات وبالتجربة. والقوانين الطبيعة ما هي سوى علاقات من نوع معين بين الكميات الفيزيائية. وأضاف إلى جاليليو نيوتن، أضاف عنصراً جديداً، هو أدخل الكالكولس علم الحسبان في صلب قوانين الطبيعة، فجعل منها أدوات مذهلة لإنتاج المعرفة، مذهلة بحق للتنبؤ والتفسير وإنتاج المعرفة. ولذلك أحببت أن أقول إن مشروع العلم هو مشروع ثقافي حضاري محدد، ويمكن أن ينقد، يعني مش مقدس العلم، يمكن أن ينقد على هذا الأساس. وربما في مناسبات أخرى نستطيع أن نناقش مسائل من هذا القبيل. الأسس الأنطولوجية، أنا أقول إنه الأساس الأنطولوجي الرئيسي أن هناك طبيعة موضوعية، أن هناك واقع موضوعية. طبعاً الكوانتوم ميكانكس، ميكانيك الكوانتوم، ألقى ظلالا من الشك حول هذا المفهوم، وهذا خلق أزمة كبرى في الفيزياء لا مجال لمناقشته الآن، ولكن أحببت فقط أن أشير إليه. ثم انتقل أخيرا إلى الأسس السوسيولوجية، إنه أن تأهيل العالم، وأنتم طبعا بصفتكم تربويين هذا أهم شيء بالنسبة إليكم لتأهيل العالم. يجب أن يكون مبدعا طبعا، ولكن تأهيل العالم، يعني أنا هون وضعت بعض النقاط التي تشير إلى مؤهلات العالم، يعني يجب أن يكون منغمسا ومتدربا تماما على أدواته، أدوات الإنتاج، وعلى الموروثه المعرفي، وأن يكون أيضا صاحب مشروع، وأن يكون منخرطا في مشروع بحثي، وأن يكون ملتزما حتى التزاما عاطفيا بموضوعه أي بمشكلاته. وبالخاتمة أقول إن العلم هو عملية خلاقة في صميمه، وهذه النقطة التي أود أن أؤكدها، وأن الإبداع العلمي مشروع اجتماعيا وتاريخيا، وأن الإبداع الفردي متجذر في الإبداع الجمعي، وأنه ليس هناك منهج علمي، لكن هناك عقلا علميا وعقلانية علمية مشتركين. وأخيرا أن الخلق أو الإبداع ملكة كاملة في كل إنسان، لكن تحقيقها يستلزم تشابك ظروف تاريخية واجتماعية وثقافية وسيكولوجية متعددة. شكرا جزيلا للاستماع. شكرا لهذا الطبيب البارع ثقافة وعلما، والذي استطاع أن يشخص لنا في خطوات تصبح حقيقة أن تكون مرجعا لكل منا في مجاله لصناعة المعرفة. والحقيقة يعني أجمع لما حكى أن كل إنسان خلاق لكونه إنسان، أرجو أن تبقى يعني هذه كفكرة أو كرأي حقيقي رائع. فكل الشكر والتقدير للدكتور هشام نصيب على هذا اللقاء، والذي أرجو أن يكون قد أثرى معلوماتنا في مجال صناعة المعرفة والعلم الدقيق. شكرا لك أنت دكتور، واسمح لي المجلس.